السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فيا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، فيا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، فمنا المصلي ومنا القانت القاري، فابكوا على ما مضى من الشهر واغتنموا ما قد بقي من فضل أعمار. فابكوا على الشهر، فابكوا على ما مضى من الشهر واغتنموا ما قد بقي من فضل أعمار. لعل الصلاة التي صليناها هي آخر فجر في رمضان، وفي الليلة الماضية كان آخر قيام في شهر رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا على فراق شهرنا. وهكذا المواسم الفاضلة تمر سريعا سريعا، وعزاؤنا ورجاؤنا أن لنا ربا كريما سبحانه وتعالى. إذا كان رمضان قد انقضى، لكن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بكرمه وجوده. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن كان يعبد رمضان فرمضان أوشك على الرحيم، ومن كان يعبد الله سبحانه وتعالى فإن الله حي لا يموت. وفي هذه في هذا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول هو العيد، آداب وأحكام، والموضوع الثاني طلبه بعض الإخوة الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر. وعموما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمسلم ينبغي أن يتعلم ويتفقه في دينه، ويعلم ويعرف الأحكام الحلال والحرام والجائز والذي لا يجوز عموما. وأحيانا يجب عليه، من بلغ فيجب عليه أن يتعلم فقه الصلاة، ومن كان معه أموال يجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة، من دخل عليه رمضان وتحقق شروطه يتعلم فقه الصيام. قد يجب على الإنسان في وقت ما، والعلم له شرف كبير، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا من ذكر الخاص بعد العام لفضله وشرفه، لأن رفع المؤمنين كل المؤمنين يرفعون، وخص الله سبحانه وتعالى أهل العلم لأن لهم درجة، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقد قرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة، ثم هي على أجل مشهود وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. المهم أن طلب العلم لابد أن يحرص عليه المسلم، والمعهد الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ بعد العيد، يعني بعد عيد سوف يكون له يعلن عن وقت التقديم. واليوم الإخوة في المعهد في الاستمارات موجودة، استمارات الالتحاق، فنتمنى أن يلتحق جميع الإخوة الكبار والصغار، يعني الكل. الشاب لا يقول
سوف أتعلم حينما أكبر أو يعني كذا. والكبير لا ينبغي أن يقول ضاع العمر وراح، لا، الإنسان يتعلم سواء كان صغيرا أو كبيرا. صغير فرصة عظيمة أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، والكبير مهما بلغ. كثير من السلف بدأ طلب العلم وهو كبير، منهم من بدأ في 40 أو 50، بل إن بعض أهل العلم بدأ طلب العلم وهو ابن 70 سنة. فالعلم يعني مطلوب، ينبغي أن يحرص عليه المسلم. هذه فرصة عظيمة، نحن بفضل الله تبارك وتعالى عندنا معهد شرعي في 4 سنوات، تمهيدي وأولى والثانية والثالثة. فهذه ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم عموما، وكل أخ ملتزم خصوصا. كثير من الإخوة يسوف، وهناك مع الأسف الشديد كما قال بعض مشايخنا عزوف عن طلب العلم. لا، ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يطلب علمك، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. كل ما الإنسان تعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلنحرص على ذلك. والاستمارات إن شاء الله تبارك وتعالى موجودة، فنحرص على يعني ملء الاستمارات ومعرفة مواعيد الاختبارات ومواعيد الالتحاق أو بداية المعهد إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الموضوع الأول وهو الحديث عن الأعياد. يعني غالب الظن طبعا إن اليوم قد يكون هو آخر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، وسوف يكون الغد هو يوم العيد. فهذا العيد له أحكام كثيرة ينبغي على المسلم أن يتعلمها بالتفصيل وبأدلتها، له أحكام وله آداب يتحلى بها المسلم. وبداية يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تزين باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. فالعيد الحقيقي للمسلم كل يوم، كما قال بعض السلف، كل يوم يمر على المسلم بدون أن يعصي الله عز وجل فهو في حق عيد. والعيد، أعياد المسلمين، عبادة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني بقولوا في آية كده لو نزلت علينا معشر اليهود تأخذ يومها عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. فقال عمر: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يعني يوم عرفة عيد سنوي للمسلمين، يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات، يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الحج والعمر. ويشاركهم المسلمون في شتى بقاع الأرض بالصيام والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. فعيد عظيم. ونزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وكان يوم جمعة، ويوم الجمعة عيد أسبوعي يجتمعون فيه حول الإمام أو أئمتهم ويستمعون إلى الذكر. وأيضا ورد هذا عن ابن عباس قال: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. وطبعا أعياد المسلمين ليست كأعياد غيرهم، فمما تختلف في أعياد المسلمين أن أعياد المسلمين متعلقة بطاعة الله عز وجل. أعياد المسلمين متعلقة بطاعة الله. فاحنا عندنا عيد الفطر يكون بعد ايه؟ بعد الصيام، بعد ركن الصيام. وعيد الاضحى يكون بعد فريضة وركن الحج. فهي متعلقة بعبادة وبطاعة عظيمة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وسمعنا في الصلاة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك. بعد اكمال العدة واتمام شهر رمضان، فيشكر المسلم ربه تبارك وتعالى وامتن الله عز وجل عليه بهذا العيد. ومما تختلف فيه أعياد المسلمين عن غيرهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار للمسلمين أعيادهم ويحددها لهم. هذه الأعياد من التي يختارها؟ الله عز وجل. أما غير المسلمين فهم الذين يخترعون ويبتدعون الأعياد. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبان فيهما. أهل المدينة كان يومين بيلعبوا يلهون فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم يومين. هذا هو الشاهد. إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى.
فأبدل الله عز وجل هذه الأمة بيوم اللعب واللهو، يوم الذكر والشكر والمغفرة. فقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. يعني إن الله أبدلكم يومين، خلاص وما ليس للمسلمين إلا عيدان اثنين فقط، وعيد الفطر وعيد الأضحى. أما الأعياد المبتدعة الأخرى، عيد الأم وعيد الأب وعيد العمال وعيد كل هذه الأعياد، كلها هذه الأعياد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطة، طبعا فضلا عن الأعياد التي تكون فيها أمور شركية زي أعياد الميلاد أو عيد شم النسيم، متعلقة ببعض الأمور أو كثير من الأمور الشركية لا يجوز للمسلم أن يحتفل بها ولا أن يعني يخصها بشيء. كذلك أعياد المسلمين تختلف عن غيرهم أنها تتحقق فيها عبادات لله عز وجل، ففيها مثلا صلاة العيد، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، وفيها التكبير الذي يكون في عيد الفطر من فجر يوم العيد حتى صلاة العيد كما سيأتي معنا، وفي عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أو أيام عيد الأضحى، قال: هي أيام أو أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل وشرب وأي كمان وذكر الله سبحانه وتعالى. صمت العلماء من هذا الحديث أنه يتقوى بالأكل والشرب على طاعة الله عز وجل، على ذكر الله سبحانه وتعالى. فتختلف أعياد المسلمين عن أعياد غيرهم بهذه الأمور. والأعياد عموما هي شعارات توجد لدى كل الأمم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، يعني كل قوم لهم عيد يجتمعون فيه سواء كان ميعاد زماني أو مكاني. وأعياد المسلمين لها أحكام ولها آداب ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويعرفها. أول أحكام العيدين النهي عن صومهما، فيحرم صوم يومي العيد، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر اللي هو بيكون بعد رمضان، يوم عيد الفطر، ويوم النحر اللي هو بيكون عيد الأضحى، لأنه يكون فيه النحر اللي هو ذبح الهدي. وأجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. قال لك حتى لو واحد نظر أنه يصوم يوم العيد فلا يجوز له أن يصوم أيام يومي العيدين. وقيل إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده. هذه ضيافة الله سبحانه وتعالى يكرم بها المسلمين أن يعني يحتفلوا بهذه الأعياد ويأكلوا ويشربوا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فكأن المسلم إذا صام كأنه أعرض عن هذه الضيافة. من الأحكام التي تتعلق بالعيد صلاة العيد. حكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، وجاء فيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق اللي هي المرأة التي بلغت ولم تتزوج بعده، والحيض اللي عليها الحيض عليها الدورة، وذوات الخدور اللي هي النساء اللي هي في الخدور اللي هي الستور، يعني النساء اللي هي في داخل البيوت. فقالت أم عطية: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يبقى النساء الحيض بيعتزلوا المصلى لأنه ليس عليهن صلاة، لكن يشهدوا دعوة المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد. يبقى في قول قال إن هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وبعض أهل العلم قالوا إنها واجبة. والحافظ ابن حجر رد على اللي هم استدلوا بالوجوب، قال إنما كل الناس بتخرج يعني لصلاة العيد، فقال: وذلك فيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلف، يعني الحائض تشهد الصلاة وليس عليها صلاة، فهي غير مكلفة. فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة. طيب، المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد. في غير مكة السنة أن يصلى العيد في المصلى خارج البلد إلا لعذر من مطر وغيره. السنة أن يصلى صلاة العيد في الخلاء، يعني خارج البنيان.
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك المسجد مسجد المدينة، والصلاة في المسجد المدينة بكم؟ بألف صلاة فيما سواه، وكان يخرج إلى الصحراء إلى الفضاء ويصلي العيد. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام، إلا إن كانت هناك مفسدة أو ضرورة للصلاة في المسجد فيصلى في المسجد والصلاة تكون صحيحة. فهذا في غير مكة. أما في مكة فالأفضل الصلاة في المسجد الحرام، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف. فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف، أي من الخروج إلى المصلى. مسألة حكم خروج الصبيان والنساء: يشرع بل يستحب خروج النساء في العيدين من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة. إيه هي المعتدة؟ المعتدة التي توفي عنها زوجها فتعتد في بيتها، لا تخرج من بيتها إلا لضرورة قصوى، فصلاة العيد ليست ضرورة تخرجها. فكل سواء النساء أو الأولاد أو الصبيان كلهم يخرجون لشهود صلاة العيد، لحديث أم عطية السابق الذي ذكرناه. حتى أن في رواية من روايات هذا الحديث قلت لأم عطية تقول: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني أختها تلبسها تعطيها في العيد حتى تشهد الصلاة. وهذا يعني من إيه؟ من البر بين المسلمين الذي ينبغي أن يكون دائما وأبدا. وإنما يستحب لهن، يعني للنساء، إنما يستحب لهن الخروج إذا التزمن بآدابه فيخرجن غير متطيبات. يعني إحنا لو قلنا النساء تخرج ويستحب لها تخرج، فينبغي أن تخرج بالآداب الشرعية ولا تخرج بالمخالفات، لا تخرج متبرجة يعني لا ترتدي الحجاب الشرعي، ولا تخرج بثياب المزخرفة والملونة والتي تثير الشباب، ولا تخرج بأن تكون متطيبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات، يعني هذا عموما للنساء عموما في كل وقت، ويتأكد ذلك في عند إذا قلنا باستحباب خروجهن لصلاة العيد. وأما خروج الصبيان إلى المصلى فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله له في الصحيح بقوله: باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال ابن حجر: أي في الأعياد وإن لم يصلوا، يعني حتى لو مش يصلوا احنا قلنا أنه إيه؟ يشهد الخير وفرحة المسلمين. وقت الخروج لصلاة العيد: يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام. يستحب التبكير، الواحد يعني يخرج بعد ما صلى الفجر وتجهز يخرج إلى صلاة العيد، إلا الإمام فإنه يخرج إلى في وقت الخطبة. يعني الإمام لا يستحب له أن يذهب إلى المسجد مبكرا، وإنما يخرج. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج، يعني طبعا في الجمعة كان صعد إلى المنبر، وفي صلاة العيد يخرج إلى لكي يخطب الناس، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. يستحب في العيدين الاغتسال والتزين لهما. يستحب أن يغتسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به. يعني ليس فيه حديث مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه أثر موقوفة يعني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. لما سئل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال: الغسل الذي هو الغسل، يعني الذي يتأكد استحبابه والسند إليه صحيح، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فهذه الأيام يتأكد فيها استحباب الاغتسال، ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه. ويسن التنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر إلا في الأضحى لمن أراد أن يضحي. يستحب أن الواحد يتنظف بحلق الشعر، وحلق شعر الإبط والعانة وغيره والأظافر، إلا لمين؟ إلا للمضحي، لأن المضحي له نص اللي هو يعني أراد أن يذبح الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. إذا دخل ذي الحجة
فالذي يريد أن يضحي هيذبح أضحية سواء كانت شاه أو غير ذلك أو حتى مشترك في سبع بقرة أو غيره، فإنه يستحب له أو يكره أن يأخذ من شعره أو من أظفاره. فعليه فالسنة الإمساك حتى يذبح أضحيته. أما التطيب للرجال فلما سبق من وجود معنى الجمعة فيه، لأن طبعا اجتماع المسلمين، وطبعا حديث التطيب في صلاة الجمعة هذا بيكون فيها إيه؟ فيها نص إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التطيب وأن يمس من دهنه دهن اللي هو الطيب العطر في إذا خرج الجمعة، وهذا أيضا يكون في اجتماع للمسلمين. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتطيب يوم الفطر. كما يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، كان يلبس يعني بردة مخصوصة. وطبعا حمراء هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث آخر أن يلبس الرجل الأحمر من الثياب. الشيخ ابن عثيمين يقول الجمع بين ذلك بين النهي وبين هذا الحديث أنها لم تكن حمراء خالصة، يعني هذه البردة لم تكن حمراء إيه؟ بالبلدي كده حمراء سادة يعني، لكن كانت زي ما احنا بنمثل ان هي فيها يعني مؤلمة او كرهات، ليست حمراء خالص. فيستحب ان الواحد يعني ايه يلبس افضل واحسن ثيابه. وشوف يعني سبحان الله كل هذه يعني اغلبها بيكون عادات، ولكن احنا عندنا قاعدة ايه؟ ان العادة تتحول الى عبادة بالنية. يعني الواحد لو نوى اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الامور السابقة، الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب، فكل هذا إيه؟ يؤجر عليه الإنسان، تتحول هذه العادات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان ويأخذ عليها حسنات. ووقت الاغتسال فيه قولان. القول الأول قال إنه بعد طلوع الفجر، لأنه غسل للصلاة في اليوم، يعني بعد طلوع الفجر. وهناك قول آخر أنه يجوز الاغتسال قبل الفجر وبعده، وهو الصحيح من مذهب الشافعية والمنصوص عليه عند أحمد، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة. يعني وقت الجمعة من بعد الفجر، لكن العيد بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد كما سنعلم بعد قليل من وقت صلاة العيد يكون وقت إيه؟ ضيق. فيجوز له أن يغتسل في الليل. مسألة في الأكل في الخروج للصلاة في الفطر دون الأضحى، استحب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر دون الأضحى. يسن أكل تمرات وترا، وترا يعني فرد ثلاثة خمسة سبعة، يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أما في عيد الأضحى فالسنة ألا يأكل حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. في مسألة يقول أيهما أفضل، المشي أم الركوب؟ السنة أن يأتي العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ماشيا، لكن إن احتاج إلى الركوب كأن يكون المكان بعيدا أو يكون الإنسان مثلا به مرض أو إرهاق أو غير ذلك فلا بأس أن يركب. مما يشرع ويستحب في العيدين التكبير في الطريق إلى المصلى. ومن السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال. رفع الصوت بالتكبير يكون للرجال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. رافعا صوته يخرج المصلى رافعا صوته إيه؟ بالتهليل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. ويتأكد التكبير في الفطر عنه في الأضحى، يعني في عيد الفطر يتأكد. ليه؟ لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولإيه؟ ولتكبروا الله على ما هدى. فهنا التكبير منصوص عليه في القرآن. طيب صيغة التكبير، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بتشفيع التكبير. يعني تشفيع التكبير يعني يقول تكبير مرتين، يبقى الصيغة الأولى
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله زيادة الواو كثير من الإخوة بتنساها والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي رواية أخرى له أيضا بتثليث التكبير وهي صحيحة، يعني تثليث التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن حجر في الفتح أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. يبقى كده اللي ورد عن الصحابة إيه؟ صيغتين هم، صيغة أو ثلاث صيغ، الصيغة الأولى بتشفيع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو بتثليث التكبير، أو الصيغة الأخرى الله أكبر الله أكبر كبير. أما الصيغة اللي هي الطويلة اللي ناس كثير من الناس يقولوها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وبعدين بقى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما صلى عليه يا جماعة وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد، ويقعد بقى إيه نشيد طويل عريض كده لا أدري من أين أتوا به. فهذا إيه لم يثبت لا في السنة ولا عن الصحابة، ويعني هدي الصحابة لا شك أنه أفضل. مسألة في التطوع قبل صلاة العيد وبعدها، لم يثبت لصلاة العيدين سنة قبلها ولا بعدها. لو كانت صلاة العيد في المصلى إذا ذهب الإنسان للمصلى فيجلس يكبر ثم يجلس، بعض العلماء قالوا أنه يصلي، قال اعتبر المصلى ده مسجد مؤقت فيصلي ركعتين، لكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وفي نص كمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ركعتين لهم إيه؟ لهم صلاة العيد، لم يصلي في نص قبلهما ولا بعدها. وإن كانت هناك بعض الأثار تدل على أنه يعني يستحب الصلاة بعد العيد في البيت، يعني إذا صلى ركعتين فليصلمها في البيت. والسنة ترك الصلاة قبلها وبعدها في المصلى، فإن صلى بعدها في البيت سواء كان إماما أو مأموما جاز. أما طبعا الكلام ده لو كان الصلاة فين؟ في المصلى. أما إن صلى الناس العيد في المسجد فالأصل صلاة ركعتين تحية المسجد. واحد لما يدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو صلى الناس العيد في المسجد فيدخل يصلي إيه؟ تحية المسجد، وليست سنة قبل العيد. طيب وقت صلاة العيد يبدأ وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح حوالي 3 أمتار، يعني حوالي ما يقرب من ربع ساعة، يعني بعد ربع ساعة فما فرق ربع أو ثلث ساعة، ويمتد إلى الزوال. الزوال اللي هو قبيل الظهر، زوال حينما تنتصف الشمس أو تكون الشمس في كبد السماء، يعني تنتصف السماء تكون قبيل الظهر حوالي برضو يعني ما يقرب من ربع ساعة. ولما صح في تحديدها حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به. ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج الصدقة. يبقى صلاة الأضحى يستحب إيه؟ التعجيل. ليه؟ عشان يلحق يذبح الأضحية، حتى يسرع الناس عايزة اللي عايز ضاحي والمتفق متفق مع الجزار، وبتبقى يعني ربك شوية في هذا اليوم. فيستحب الإمام يعجل بصلاة الأضحى. أما صلاة الفطر فيستحب تأخيره. لماذا؟ حتى لمن كان متأخرا في صلاة في صدقة الفطر في زكاة الفطر اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله كمان شوية، اللي كان متأخر يستطيع ان هو يخرج الصلاة. احنا قلنا ايه من يعني يستحب ان الواحد في الأضحى يؤخر يعجل بالصلاة للإمام، وفي الفطر يتأخر حتى المتأخر عن دفع صدقة الفطر يتمكن من دفعه. طيب حكم المسألة، حكم الأذان والإقامة لها وقول الصلاة جامعة، هل يؤذن أو يقام لصلاة العيد أو يقال لها الصلاة جامعة؟ طبعا الأذان والإقامة لإيه؟ لكل الصلوات. طب الصلاة جامعة بتكون لصلاة إيه؟ لصلاة الكسوف، كسوف أو الخسوف يقال الصلاة جامعة. قال الإمام ابن القيم في الزاد زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك. هذه السنة، لكن هو طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين كمان فيه مسألة مهمة، العبادات توقيفية، يعني مش نقول بقى الأذان قياسا على الصلاة الثانية، لا قياس في العبادات، دي قاعدة أصولية، لا قياس في العبادات، هكذا وردت السنة فتفعل كما ورد. طيب صفة صلاة العيد، صلاة العيد
والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلاة العيد كام؟ ركعتين. ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة والعيد. وفي رواية أو في يعني حديث آخر أنه كان يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. ويسن الجهر فيهما. ويستحب للإمام أن يكبر في الصلاة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبع تكبيرات، يعني الله أكبر الله أكبر إلى في الركعة الأولى كم مرة؟ سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. يعني في المجموعة يبقى إيه؟ في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات، واضحة؟ فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. يبقى كده إيه النص ده بين مسألة أنه إيه اللي هو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، سبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات أو خمسة من غير تكبيرة الانتقال، وكل ذا قبل الايه؟ قبل القراءة. طيب في مسألة بالنسبة للتكبيرات، بالنسبة لرفع اليدين مع كل تكبيرة، هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة؟ يعني واحد يقول الله أكبر الله أكبر يرفع يده مع كل تكبيرة، وهذه نفس مسألة ايه؟ صلاة ايه؟ نفس صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، هل يرفع أيضا مع كل تكبيرة؟ نفس الحكم. هناك خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة مثل رفعهما مع تكبيرة الإحرام، يعني الواحد يرفع في كام؟ سبع تكبيرات والتكبيرات الأخرى يرفع في كل إيه تكبير. ودليلهم عموم حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وطبعا حديث وائل أنه قال إيه يرفع يديه مع التكبير، لم يحدد في صلاة كذا، فكل تكبير هذا العموم. وورد عن بعض الصحابة أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير. وهناك قول آخر أنه لا يستحب رفعهما لأنه لم يرد دليل نص على ذلك، فالعلماء قالوا يعني الأمر فيه سعة. وذلك قال ابن المنذر قال ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إليه. يبقى يعني ليس في ذلك سنة لازمة، فمن رفع الأمر فيه سعة، وفعل الصحابة يعني يدل على أنه يستحب أن الواحد يرفع يديه مع كل تكبير. طيب ماذا يقال بين التكبيرات؟ هل يقال شيء؟ يعني بين كل تكبيرة والأخرى. فقال بعض العلماء واستدل بحديث أو استدل بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما لما سأله عقبة بن عامر أحد التابعين عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يجوز له أن يقول ذلك بين التكبيرات. طيب مسألة المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره، يعني واحد دخل كده في أثناء الركعة، في أثناء الركعة بعد تكبير الإمام، هل يعيد التكبيرات اللي هي سبع تكبيرات أم لا يعيدها؟ فالراجح أن الإنصات أولى، لأنه مأمور به حال قراءة الإمام ألا يعيد هذه التكبيرات، فلما دخل في وسط الركعة كده نص الركعة فلا يعيد التكبيرات التي كبرها الإمام. كذلك أيضا مما يتعلق بالعيد خطبة العيد والسنة فيها، خطبة العيد بعد صلاة العيد سنة. طبعا بالنسبة لخطبة العيد بتكون بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ بخلاف إيه؟ الجمعة، الجمعة بتكون الخطبة أولا ثم الصلاة، أما في العيد فتكون الصلاة أولا ثم الخطبة. فالخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك. نعم؟ مش سامع. طب احنا خلي الأسئلة في الآخر عشان كده احنا عدينا ما رفع الصوت دي خالص. ولا خلاف بين المسلمين أن السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، وما أحدثه بنو أمية من جعلها قبل الصلاة بدعة محدثة. في بعض أمراء بني أمية راح جينا عمل الخطبة إيه؟ خطبة قبل الصلاة. طبعا ما عملوها قبل الصلاة ليه؟ عشان ناس كانت بتمشي، ناس يعني كانوا ظالمين، فكان لا احد يستمع اليه، فكان يصلي يلاقي الناس مشي، راح جاي عامل ايه؟ قال له خلاص احنا نخطب، يعني هم قاعدين دلوقتي فيخطب وبعد كده يصلي، ولكن هذا
أنكر عليه بعض الصحابة اللي كانوا موجودين، أنكر عليه ذلك، وهذا بدعة، بدعة، هذا اختراع في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. تكرار الخطبة، يعني هل خطبة العيد تكون مثل خطبة الجمعة ولا تكون خطبة واحدة؟ خطبة الجمعة تكون إيه؟ تنقسم إلى قسمين، يعني بيكون في بينهما استراحة، اللي هو الإمام بيجلس بينهم. اختلف في تكرار الخطبة، فأكثر أهل العلم أن الإمام يخطب للعيد خطبتين يجلس بينهما، يعني كما يفعل في الجمعة. وبعض العلماء قالوا أنه لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، يعني تكون إيه؟ تكون خطبة واحدة. فالأمر في سعة، لو خطب الإمام خطبة واحدة ثم دعا وانتهى يعني يجزئه ذلك، ولو خطب ثم استراح ويعني عمل صنع خطبة ثانية يجزئه ذلك أيضا. يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيد. طبعا يوم الجمعة حكمه إيه؟ الإمام هو بيخطب حكمه يحرم، يحرم الكلام، من قال لأخيه أنصت فقد لغى. أما في خطبة العيد فيكره. إيه الفرق بين يحرم ويكره؟ الحرام هو ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، الذي يفعله يأثم عليه ذنب. أما المكروه فإنه يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، لكنه يلام على ذلك، ما عليهش ذنب بس يلام. فالاستماع إلى خطبة العيد حكمه أنه سنة، ويكره له عدم الاستماع. زمان لما كان مثلا الإمام يخطب بعد العيد لا الناس إيه، لا عاد يتكلم ولا عاد يسلم ولا عاد يرحمكم الله، فكان يعني يضيع على نفسه. هذا خطوة وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يستفيد بموعظة أو معلومة أو غير ذلك. ولا شك أن من الأدب ألا يتكلم، لأنه إذا تكلم أشغل نفسه وغيره. يستحب أيضا في العيد مخالفة الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي ذهب إليه. يعني واحد مثلا لو جاي يصلي يأتي من شارع ثم يرجع إيه؟ من شارع آخر. قيل إن هو لكي تشهد الملائكة أو لكي تشهد الأرض أو لكي يكثر يعني من طاعة الله سبحانه وتعالى في أماكن كثيرة، لها تعليلات كثيرة. المهم إن هذه السنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. مسألة ولعلها تحدث غدا إن شاء الله تبارك وتعالى: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يعني لو كان العيد غدا يبقى العيد هيكون فين؟ في الصباح وصلاة الجمعة. إذا اجتمع العيد والجمعة في وقت في يوم واحد سقطت الجمعة عند أكثر أهل العلم. عمن صلى العيد، ركز معايا شوية، إذا اجتمع العيد والجمعة في وقت واحد سقطت الجمعة عمن إيه؟ عمن صلى العيد. والدليل لحديث زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. كلمة من شاء يبقى ما تكونش على الواجب، كلمة من شاء يعني اللي عايز صلي صلي، مش عايز خلاص. يبقى لمن صلى العيد. وطبعا بالنسبة هي طبعا بيبقى فيه فرق بين الإمام والمأمومين. بالنسبة للإمام قيل أنها لا تسقط عنه، الإمام اللي هو الخطيب يعني خطيب الجمعة لا تسقط عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث: وإنا مجمعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي إيه؟ الجمعة، لمن أراد ولمن لم يصلي العيد. لمن أراد يعني هو لمن شاء أن يصلي فليصلي. طب في ناس عايز يصلي الجمعة وفي ناس ما صليش إيه؟ ما صليش عيد، فده واجب عليهم أن هم يصلوا الجمعة. فقال إن وإنا مجمعون. وبعض العلماء قالوا أنها تسقط عن الإمام لقوله فمن شاء أن يصلي، ولكن الأولى أن يصلي الإمام الجمعة حتى يدركها من لم يصلي العيد ومن أراد أن يصلي الجمعة. طيب من لم يرد أن يصلي الجمعة يصلي الظهر ولا لا؟ فيها خلاف، ولكن الراجح أنه يصلي الظهر، وهذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، أنه في قول قال إنه ما يصليش الظهر. واستدلوا بقصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة العيد ولم يخرج إليهم في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، فجاء الناس ولما لم يخرج إليهم ابن الزبير صلوا وحدانا، يعني كل واحد صلى إيه؟ صلى الظهر. فهذا ليس فيه دليل إن هو ابن الزبير إيه؟ لم يصلي الظهر، ما فيش نص إن هو لم يصلي الظهر. فلعل الراجح أنه يجب على من لم يرد الجمعة فيصليها
فليصليها ظهرا. نعم. لا، ما هو اللي ما صلاش العيد يجب عليه صلاه الجمعه. اللي مثلا فاتته صلاه العيد لسبب من او لاخر، راحت عليه نومه، اتاخر عن صلاه مع الامام، فهذا يجب عليه صلاه الجمعه. احنا قلنا تسقط الجمعه عن مين؟ عمن صلى العيد. طيب حكم من فاتته صلاه العيد، لو واحد جاي متاخر، اتاخر مثلا ولقى الامام صلى العيد وسلم وانصرف، من فاتته صلاه العيد اما ان يكون جماعه واما ان يكون فردا. فاذا كانوا جماعه بسبب عذر من الاعذار فانها تخرج، لو كان جماعه يعني جماعه كل الناس كل المسلمين بالعذر، مثلا العذر مطر او رياح شديده او غير ذلك، فتخرج من العيد من الغد فتصلي العيد، تخرج من الغد فتصلي العيد، يبقى ثاني يوم يجوز لهم يصلوا ايه، ياخروا صلاه العيد لثاني يوم، لو كان يعني حاجه عامه، شيء عام حدث لا قدر الله، مثلا سيل كبير او امطار غزيره او رياح شديده او غير ذلك. طيب لو كان واحد جاء ثم تأخر عن صلاة الصلاة مع الإمام، فالواحد إذا فاتته مع الإمام، من فاتته لعذر كأن يكون مريضا أو خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام وعادته أن يصلي العيد، فهؤلاء يصلون جماعة وفرادة. لو لقيت مثلا مجموعة كده جات ولقيت الإمام خلص، فيجوز لهم أن يصلوا إيه؟ مع بعضهم، ويجوز لهم أن يصلي كل واحد بمفرده. أما من تركها لغير عذر، واحد بقى مفرط ومقصر ومش في دماغه انه يصلي العيد، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يشرع له قضاؤه اصلا، كده كده يعني هو مفرط فيه فلا يقضي، ويقضيها اذا فاتت حتى تزول الشمس، يعني له ان يقضيها صليها في المسجد او في بيته حتى تزول الشمس، يعني قبل ايه، قبيل الظهر. ويقضيها ركعتين كصلاه الامام، يقضيها ركعتين كصلاة الإمام، يكبر يعني كتكبير الإمام ويجهر بالقراءة. وفي بعض العلماء قال إنه يصليها ركعتين إيه؟ يعني ركعتين بدون تكبيرات، ركعتين كأنهم يعني زي ركعتين اللي هم زي تحية مسجد أو غيرها، ركعتين عاديين. طيب بالنسبة للتكبير في العيدين، يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب وقت التكبير بالنسبة لعيد الأضحى أو لعيد الفطر، أولا قال الإمام مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته وانتهاؤه عنده إلى أن يخرج الإمام. يبقى في الفطر يكبر في يوم الفطر، يعني بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد، هذا في الفطر. أما في وقت الأضحى فالوارد عن الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى وهو الثالث عشر من ذي الحج، يبقى من صبح يوم عرفة، يبقى يوم عرفة وأربع أيام العيد، يبقى كده خمس أيام إلى العصر. وهذا في التكبير المطلق. يعني إيه تكبير مطلق؟ يكبر في أي وقت، هو خرج من بيته، ذهب في مشى في الشارع، صعد هبط، فيكبر تكبير مطلق. أما التكبير المقيد، المقيد اللي يكون إيه؟ المقيد يعني بعد الصلوات. في تكبير مطلق في أي وقت، وتكبير مقيد يعني بعد الصلوات. أما المقيد الذي يكون عقيب الصلوات فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، ده بيكون في إمتى؟ في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر يكون من بعد صلاة الفجر إلى خطبة الإمام، أما في عيد الأضحى فمن صبح يوم عرفة إلى رابع أيام التشريق، يكون بعد كل صلاة، بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. التكبير خلف النوافل، الجمهور أنه لا يكبر خلف النوافل. طبعا ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال، اما للنساء فتخفض اصواتهن. النساء يستحب ان يتكبر ولكن يعني تسمع نفسها، فالنساء يكبرن وينبغي ان لهن ان يخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وهناك بعض الاداب المتعلقه بالعيدين نقولها سريعا. من اداب العيدين التهنئه وتهنئه المسلمين بعضهم بعضا، ويستحب مما ورد فيها: تقبل الله منا ومنكم، لان نحن الاعياد بتكون بعد ايه؟ بعد عبادات، فيستحب ان يقول تقبل الله منا ومنكم او باي صيغه من صيغ الايه؟ التهنئه. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ويستحب ايضا زياره الاهل والاقارب وصله الرحم، هي مستحبه في كل وقت تتاكد في العيدين.
كذلك يجوز التوسعة في الأكل والشرب، توسعة يعني هي أيام أكل وشرب، فلو أتى ببعض الطعام أو الحلوى أو غير ذلك فهذا كله لا بأس فيه، كما يباح اللعب واللهو المباح. اللعب واللهو الإيه؟ المباح، أما المحرم فلا، زي ما يجي بقى في الموسيقى والمعازف وغيرها، فاللهو المباح يجوز. وثبت أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، حبشة اللي هم جماعة السود يعني بيلعبوا بالحراب، وعائشة رضي الله عنها صعدت على يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لها يده لكي يعني تستند إليها، وحتى ما شبع إذا ما شبعت انصرفت. فالشاهد أنه إيه؟ يجوز اللاعب، هذا له مباح. وكذلك أيضا الغناء المباح، الغناء المباح اللي هو إيه؟ أولا بيكون طبعا بدون موسيقى، لأن الموسيقى حرام. ثانيا بيكون كلمات ليست فيها كلام عن الشهوة والحب بين العشق بين الرجل والمرأة وغير ذلك. ثالثا ألا يكون من النساء اللي هم الكبيرات في السن أو غير ذلك. بعض الناس طبعا بيستدلوا بحديث دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. إيه غناء بعاث؟ يوم بعاث ده كان يوم حرب بين الأوس والخزرج، فبيتكلموا غناء عن الكلام والحرب والسيوف وغير ذلك، فهذا لا يثير الشهوة. وفي رواية، شوف بقى الرواية دي بقى مهمة جدا، قال وليست بمغنيتين، يعني هم أصلا إيه؟ ده بنتين صغيرين كده بيغني. فلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه نهاهما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، قال دعهما، إن لكل قوم عيد. طبعا بعض الناس بيستدل على بهذا الحديث على جواز بقى الأغاني، وامرأة تخرج متبرجة وكلام في الحب والعشق ويتكلم والعياذ بالله. مرة كنت بسمع كده في واحد في بيبعت الرسالة بسؤال يعني في الفتوى، فبيسألهم بيقول لهم أنا كنت بغني وبروح أفراح وكذا وكذا ونفسي أتوب وعايز يعني أقبل على الله، فالشيخ يعني هداه الله فقال له ولما وتتوب عن ماذا؟ وما من قال لك أن الغناء حصلا حرام؟ وفضل إيه يكلمه يعني ولا حوله، الراجل عايز يتوب، ولا ما تتوبش، اوعى تتوب، خليك ايه على ما انت عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا هذه الاغاني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما هو في البخاري قال عليه الصلاه والسلام لاتين على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، وان كان هذا الحديث معلقا ولكنه صحيح، هذا حديث صحيح. فالحرى اللي هو الزنا، والحرير ومعروف انه محرم على الرجال، والخمر معروف حرمته، والمعازف، فأضاف المعازف إلى الأمور المحرمة المتفق عليه، فهي أصلا داخلة في باب التحريم. طيب أخيرا هناك بعض البدع والمنكرات التي تحدث في الأعياد والتي يجب على المسلم أن يتجنبها. من هذه البدع اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد، ويتناقلون في ذلك حديثا لا يصح، وهو أن من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث إما أنه موضوع، يعني موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ضعيف جدا، والأحاديث الضعيفة لا يؤخذ منها لا فضائل الأعمال ولا أحكام. فمن أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه، هذا حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أو اعتقاد البعض مشروع هي ليلة العيد يعني أنه له فضل. طيب إيه معنى كده بقى؟ خلاص أنا الحمد لله بركة جامع، انا هروح انام وشكرا ان انتوا ايه يعني قلتوا لنا الحكم ده. ليس هذا معنى، ليس معنى الكلام ان الواحد يترك الصلاه، له ان يصلي، لكن لا يعتقد ان لها ايه، ان لها فضلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام او ليله الجمعه بصلاه، ليس معناها تخصيصها بالترك كما قال بعض اهل العلم الاصوليين، قالوا ليس النهي عن التخصيص بالفعل تخصيص بالترك. يعني لو واحد مثلا لقى نفسه نشاط ليلة الجمعة وأراد أن يصلي فليصلي، لكن لا يتعمد ليلة الجمعة فيصلي فيها، لأن ليس لها فضل خاص. تمام؟ فليلة العيد ليس لها فضل خاص في الـ القيام، لكن من أراد أن يقوم، والله واحد لقى في نفسه نشاط وأراد أن يقوم، نقول لا أنام، لا يقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من البدع زيارة المقابر في يومي العيدين، دي برضو بدعة مع الأسف الشديد عند كثير من الناس. ويوم العيد هذا يوم فرح ويوم شكر لله سبحانه وتعالى، فكيف تجدد فيه الأحزان وشوف اللي مات وتفتكره والبكاء وغير ذلك؟ هو يوم فرح وليس من السنة، بل هو من البدع مسألة زيارة المقابر. كذلك أيضا من البدع
اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغيرها ومزاحمتهن الرجال فيها. طبعا النساء بيخرجوا متبرجات ومتطيبات وحدث ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا خروج النساء متعطرات متجملات سافرات وهذا لا يجوز. من المحرمات الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وتكلمنا عنها، كما قال بعض السلف لما رأى بعض الناس يلهون ويلعبون في يوم عيد يلهون بما حرم الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا اللهو الايه المباح، فلما وجدهم ذلك قال ما هكذا ينبغي أن يكون شكر الرحمن في فطر في فطر أو أضحى. مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلعبون يوم العيد بالمحرم فقال لهم إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل مع من أساء مع الرحمن. أيضا من الأمور المنهى عنها أو المحرمات اللي هي تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات. النهاردة الناس ما شاء الله بتحافظ على الصلاة تكبيرة الإحرام، تيجي بكرة تدور في المسجد تلاقي إيه الناس اللي عادت خنقة على الصف الأول وتعامل مشاكل عليها، أين يذهبون في يوم العيد؟ لا، المسلم عبد لله سبحانه وتعالى في كل وقت حتى في يوم العيد ينبغي أن يحافظ على الجماعة، والراجح أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وليس لمن يعني ليس له عذر، ليس له عذر شرعي يتخلف عن الجماعة، أما من ليس له عذر فهذا صلاة الجماعة واجبة في حقه. طيب أنا سامحونا طولت عليكم جدا النهاردة. نعم طيب، طب أنا هحاول بس بالنسبة لصلاة زكاة الفطر هقولها كده بسرعة إن شاء الله. طبعا زكاة الفطر الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فزكاة الفطر حكمها إيه؟ حكمها أنها واجبة على كل من يملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ويجب أن يخرجها عمن يمونه كعياله إن كان يملك ما يؤدي عنه. وجمهور العلماء على أن زكاة فطر الزوجة على الزوج، يبقى الزوج هو اللي يطلع إيه؟ زكاة فطر على زوجته وعلى أولاده. ويجب على كاف اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم إن كان في داره، لو اليتيم له مال يخرج له زكاة فطر من ماله. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني ليلة الفطر ليلة الفطر تجب، ويجوز إخراجها قبلها بيوم أو يومين كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليه. وحكمة زكاة الفطر أنها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى وقتها يكون جاي قبل صلاة إيه؟ قبل صلاة العيد. مصرف الفطرة اللي هي الفطرة اللي هي زكاة الفطر يعني بعض العلماء قالوا أنها للأصناف الثمانية اللي هي المذكورة إيه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولكن الراجح أنها للفقراء والمساكين، فلا يجوز إعطاؤها لكافر مطلقا ولو كان من المؤلفة قلوبه، لأن طبعا من ضمن مؤلفة قلوبهم هي الكفار، فلا يجوز إعطاء زكاة الفطر للكفار. والجمهور أيضا على أنه لا يجوز إعطاؤها للذمي بل تكون للمسلمين. أفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز عند جمهور العلماء أن تعطى للفقير قبل العيد بيوم أو يومين. ففي البخاري عن نافع مولى بن عمر قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويجوز أن تعطى للجمعيات قبل ذلك كما قال أيوب لنافع متى كان يعطي ابن عمر؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني الجمعيات أو مثلا إحنا لمن أراد أن يوكل غيره في صدقة الفطر فيعطيها له قبلها بمسافة، يعطيه يعني أموالا حتى يخرجها عنه. وفي موطأ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وإن أخرها عن يوم العيد لزمه إخراجها قضاء والتوبة، يبقى كده إيه يلزمه ويتوب لأنه فعل ما لا يجوز. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل، يعني لو واحد عنده امرأة حامل زوجته حامل فيستحب له أن يخرج عن هذا، يستحب وليس واجبا. قال ابن المنذر
كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، يعني ليست واجبة وإنما مستحب. ويجوز أن تعطي فقيرا واحدا عدة فطر، يعني ممكن تديله أكثر من يعني سهم لكذا واحد يعني. والواجب أن تخرج من طعام الآدميين، وهذه مسألة مهمة، الواجب أن تخرج من الطعام. فالصحيحين واللفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. واختلف العلماء في أفضل ما يخرج من الطعام، فاختار بعضهم التمر وبعضهم البر وبعضهم أغلاها قيمة، ولعل الأفضل هو قوت البلد الغالب، يعني الموجود بكثرة الغالب في أي بلد، وأفضل أنواعه أغلى. فطبعا إحنا مثلا بالنسبة عندنا القوت الغالب اللي هو إيه؟ الأرز. فيخرج على والصاع، الصاع اللي هو بيكون نصف صاع بيكون، أو الصاع بيكون ثلاثة أمداد. الأمداد اللي هو لما يجمع الواحد كفيه، لما يجمع كفيه يبقى ده اسمه إيه؟ مد. فلما قاسوا الصاع فتقريبا ما بين حوالي 2 كيلو و 400 جرام الى 2 كيلو و 700 او 800 جرام، فالتقريب ما يقرب من حوالي كم؟ حوالي 3 كيلو. يبقى انت كده ايه في الامان. ف 3 كيلو اللي بتخرج اللي هو الارز، في بلدنا القوت الغالب الارز وانواع كثيره، يبقى هو ده يعني اغلاها افضلها. لو واحد عايز يطلع يعني اجود انواع الارز فله ذلك، وان اراد ان يخرج من اي نوع فيجزئ. طيب في مسألة مهمة، اختلف العلماء من السلف وأصحاب المذاهب المشهورة في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، يعني طلعها إيه؟ نقود فلوس يعني. فيرى المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية الشافعية والحنابلة أن إخراج النقد لا يجزئ، وخالفهم الحنفية فجوزوا النقد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وأخرجها هو وأصحابه طعاما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء هذا خلاف موجود، ولكن الأولى والراجح أن زكاة الفطر تخرج إيه؟ تخرج طعاما. وهذا أيضا كما يقال يعني أحوط للعبادة، فمخرج الطعام مصيب باتفاق العلماء، لأن حتى اللي قالوا يخرج قيمة قالوا لو أخرج طعام أصلا إيه؟ هذا الأفضل. وأما من قال إن هي تخرج أموالا، فيعني في هناك بعض الشبهات، وهي كثير بعض اللي من دول المثل إيه يقول لك إن اللي تخرجها أموال أنفع للفقير. طب ممكن الفقير تديله أموال ويضيعها برضه، يعني مردود عليه هذا الكلام، ويقول طب الفقير ممكن يأخذها ويبيعها بأقل من ثمنها. لا غالبا ليس، لا يحدث ذلك غالبا. وبعدين هم اللي بيقول إن هي أفضل أو يعني بيفضلها عن الطعام، وكأن كل المشاكل بتاعة الفقير هتتحل بإيه؟ بزكاة الفطر. يعني زكاة الفطر دي حاجة يسيرة، احنا قلنا حوالي 3 كيلو رز، يعني مثلا احنا قلنا تقريبا مثلا 12 جنيه، لو قلنا كيلو رز ب 4 جنيه، فكل مشاكل الفقير هتتحل بال 12 جنيه دول، هتطلعها من الواحد عن نفسه. وكأنه ليست هناك زكاة غير زكاة الفطر، لا ده في زكوات تانية كتير، ولكن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين يغفلون عنها. في زكاة الأموال وزكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة الزروع والثمار وزكاة الركاز، زكوات كثيرة. وزكاة الأموال طبعا بتكون أكتر بكتير. فمسألة إن هي إن تفضيل إخراج القيمة على الإطعام هذا لا ينبغي. فالإطعام هو السنة وهذا هو الراجح والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يجب تحري المستحق عند اخراج الزكاه، ولا يجوز التساهل في اعطائه. مش الواحد ماشي في الشارع يقعد يدي لده وده، لا، حاول يتحرى المستحق والفقير، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. فدائما الفقراء اللي هم مستحقين هم يقدمون على غيره. يجوز مساله، يجوز اخراج زكاه الفطر في بلد غير بلدك اذا كان في ذلك مصلحه، كان يكونوا اشد حاجه او يكونوا من الاقارب، واختيار الامام ابن تيميه رحمه الله. يعني الواحد ممكن يخرج الزكاه في غير البلد هو التي يسكن فيها، مثلا في واحد في بلد مثلا اجنبي ما فيش عنده مسلمين، واحد تاني في بلد كلها اغنياء مش لاقي حد يديله الزكاه، واحد تالت عنده اقاربه في بلده في البلد اللي هو الاصليه بتاعته ان هو يخرج له، كل هذا يجوز اخراج الزكاه في بلد غير البلد التي هو يوجد فيه. احنا نرجع بالعمله بقى، احنا قلنا ايه؟ على حسب المكان اللي بتخرج فيه.
طيب هنا بيقول لا بأس بالزيادة على مقدار الفطرة بنية أن تكون صدقة. يعني احنا مثلا الواحد عليه كم؟ 3 كيلو. طب الواحد طلع 10، فده أدى ما عليه وزيادة، فيجوز الزيادة طبعا، بل إن هي تستحب كل ما الإنسان يعني أنفق كل ما كان يعني أفضل. طيب يعني كان هذا ملخص لمسألة زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام. وإحنا طبعا هنا المسجد بيخرج زكاة الفطر على سبيل الوكالة، بيأخذ الأموال على سبيل الوكالة، وهذا جائزة. وكالة يعني إيه؟ أنت تجيب فلوس وفي ناس بتشتري الأرز، تريحك اشتري الأرز وثم توزعه إذا أردت أن تتوزعه، أو اللي هو في بعض الإخوة مثلا يقوم بتوزيع هذا على المستحقين وعلى الفقراء، فيجوز إيه على سبيل الوكالة. وقلنا تقريبا مقدارها حوالي كام؟ حوالي اللي هم ال 12 جنيه إن شاء الله. ماشي يا أخوانا؟ مع فلوس ايه يا شيخ سيد؟ انا مش سامع. لا ما ينفعش الكلام ده. يعني تتوكل وتوكل الفقير ان هو يشتري لنفسه؟ ما ينفعش، ده انا اخترع. لا ما ينفعش. والله يا شيخ سعيد بقى اللحمة تيجي من حاجات تانية. طب في بس بعض أسئلة طبعا بيقول لزيارة القبور في العيد، طبعا احنا قلنا ايه؟ قلنا حكمها انها بدعة، خاصة للنساء انها هذه بدعة. المرأة المطلقة في فترة عدتها هل تخرج؟ لا، وهي فترة العدة تخرج وتستأذن زوجها وتخرج، لأن هي ما زالت في العدة. هل يسمح للمضحي أن يجامع زوجته؟ نعم يسمح له. والنهي عن إيه؟ النهي عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. طبعا قيل أن هذا فيه تشبه بالحج، ولكن ليس تشبه مطلق، لأن الحاج بيلبس كذا ويطوف وبيعمل، فبالنسبة للجماع الزوجة ليس فيه شيء. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. يشرع ذلك رفع الصوت للتكبير أثناء الصلاة لا بأس به.